هلو يعني أشياء نستطيع فعلها. هلو مادة الهلو يونت 21 ليسن 4. أول حاجة هناخدها هي فوائد الأويل واحتياجاته. هي بتتكون من أربع حاجات. أول حاجة the oil used to make fuel، الأويل يستخدم لصناعة البنزين. and used to make kerosene for planes، ويستخدم لصناعة الكروسين للطائرات. كروسين دي برضو عبارة عن زي تعمل منها الأويل للبلانس أو شيبس أو باسس أو أي حاجة. oil found in many countries around the world، الزيت يوجد في جميع في عديد من البلاد في أنحاء العالم. the oil found under the sea too، يعني الزيت الأويل يعني يوجد تحت البحر أيضا. important information، ناخد important information يعني معلومات مهمة. the name of three fuels made from oil، الاسم بتاع الثلاث فيولز الذي يصنع من الزيت هو البترول والكيروسين والديزل. يعني مثلا اقول لكم معلومات، يعني الاويل اللي يستخدم في صناعه الفولز مثلا البترول فور كارز، البترول للسيارات. اويل از اولسو يوزد تو ميك كيروسين، يعني مثلا الاويل يستخدم في صناعه الكيروسين. فور بلانت للطائرات اند فور ديزل اويل، وللديزل اويل زيت الديزل. وأيضا يستعمل في الطائرات، الذي يستعمل في الطائرات والشيبس السفن اند باسس والحافلات. وموست بلاستيكس، يعني موست بلاستيكس يعني بعض انواع البلاستيك، هم مصنوعون ايضا من الزيت. وحاجه ثاني حاجه ناخدها ذا اويل فاوند ان ايجيبت نير سويس اند ان سينا، يعني اويل فاوند ان ميني كانتريز اراوند ذا وورلد، يعني في جميع انحاء العالم. في مصر oil found near Suez and in Sina، في السويس قريب من السويس وفي سينا. most of the world's oil، بعض انواع الاويل found in Suez and Sina and Middle East، مثلا زي السعودية عربية and Kuwait. بعد كده ناخد the plants and animals covered by sand and rock، الحيوانات النباتات والحيوانات تغطى بالرمل والحجرة. يعني الاويل was found مثلا يعني was found million of years ago، كان يجدونه في ملايين السنين اللي فاتت. الابحاث اجرت ان يعني scientific think that it was formed، يعني الابحاث اعتقدت ان الاويل كان بيكون من سمك ونباتات وحيوانات الذين كانوا غطون تحت الارض، الذي were covered by sand and rock، بالرمل والصخور. after millions of years they become oil، بعد ملايين السنين اصبحوا زيت، يعني السمك والنباتات والحيوانات بعد ملايين السنين اصبحوا زيت. ناخد remember this للجرامر. اول حاجه نعرفها present passive is are plus the past participle، يعني present passive المضارع is or زائد ال past participle. و past passive الماضي، was were يعني مثلا لو حاجة مضت، was were زائد ال past participle يعني مثلا المضارع، حاجة أنا كنت بعملها أو أنا لسه عاملها من شوية. لا يعني مثلا أنا كنت بعملها، نقول he is playing football، يعني هو بيلعب الكرة مثلا. و past passive يعني was were، يعني مثلا نقول he was playing football، he is playing football، he was playing football، he is playing football يعني هو يلعب الكرة. he was playing football هو كان يلعب الكرة. ماشي. they were playing football كانوا هم يلعبون. they are playing football هم يلعبون الكرة. they were playing football هم كانوا يلعبون الكرة. كده انتوا تكون انتهينا الحمد لله من درسنا، وان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه بأمر الله استفادة جيدة. ونشوفكم في درس تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.